الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من همزه وصل. معنا النهارده موضوع مهم جدا، وهو المطروح على الساحه الدوليه، وهو هيكون مؤتمر برلين حول ليبيا والمشاركه المصريه فيه. وكمان الترند اللي هيكون معانا ايضا متعلق بنفس الموضوع، هو المتصدر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. ولكن قبل ما نبدا مع هذا الموضوع الهام، هنتكلم عن الخبر او نقدر نقول الشائعه اللي انتشرت في الايام الماضيه ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتوريدات الحكومة أو تمييز الحكومة وعمل أفضلية للسلع المستوردة أو المنتجات المستوردة على حساب المحلية الصنع. وده اللي تناوله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبحث فيه وتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، واللي بدورها نفت تماما هذه صحة هذه الأنباء. ووزارة التجارة والصناعة قالت أنه لا تفضيل للحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، وشددت على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية. طبعا هذا الموضوع بيهم كل المتعاملين في قطاع الصناعة بشكل كبير جدا، خاصة منافسة المنتجات المحلية. خلونا نلقي المزيد من الضوء على صحة أو حقيقة هذا الخبر من الدكتور وليد جبلة، أستاذ التشريعات القانونية. دكتور وليد تحياتي ليك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني طبعا حضرتك اطلعت على هذا الخبر او هذه الشائعه بشان افضليه الحكومه للمنتجات المستورده على حساب محليه الصنع، واللي المنطق ربما ينفي هذه المعلومات في ظل ان الدوله بتتجه لدعم الصناعه المحليه بشكل كبير. طبعا هو يعني هي شائعه ساذجه، وبتدخل ضمن مجموعة من الشائعات الساذجة اللي بيتم ترديدها من وقت لآخر. فمن غير المنطقي أصلا ومن غير المتصور أن يكون هناك دولة في العالم بتفضل المنتجات المستوردة عن منتجاتها المحلية. هذا من جانب. الجانب الآخر أن اللي بيحكم التفضيلات هي القوانين والتشريعات الثابتة والمستقرة، ولدينا قانون التعاقدات الحكومية وبيعطي أفضلية للمنتج المصري. فمسألة أن الحكومة تفضل منتج معين بعينه، هذا الأمر غير وارد. حتى الحكومة نفسها خارج من سلطتها، لأنه هو مرتبط بتشريعات ثابتة ومستقرة بتفضيل المنتج المصري والمنتج المحلي. نعم. هذا من جانب، فضلا عن اللي احنا عارفينه كافة المبادرات وكافة الإجراءات اللي قامت وبتقوم وهتقوم بها الحكومة لدعم المنتج المحلي. نعم، يعني طبعا زي ما حضرتك ذكرت يمكن هناك مبادرات من الدولة لتشجيع الصناعة، وكمان المصانع المتعثرة واللي السيد الرئيس في عدة لقاءات تحدث عنها وضرورة دعمها وإعادة تشغيلها. يعني كيف يتنافى هذا الخبر وهذه الشائعة مع كل الجهود اللي بتقوم بها الدولة لدعم الصناعة، خاصة يمكن عام 2020 لقينا تركيز فعلا من الدولة مع قطاع الصناعة بشكل كبير؟ في الحقيقه ان الدوله المصريه لم تهمل ملف الصناعه يوما، ولكن هو كان التناول الخاص بهذا الملف بيختلف من مرحله الى مرحله. في مرحله البرنامج الاصلاح الاقتصادي، هو في مشكله في الصوت دكتور وليد؟ لا انا ما عنديش مشكله. طب اتفضل يا فندم. في مرحله برنامج الاصلاح الاقتصادي الدوله تصدت بالكثير من المبادرات لدعم الصناعات، وكان من ضمنها على كافة المستويات. على المستوى الصغير كان هناك مبادرة 200 مليار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما فيها المنشآت الصناعية، وأيضا كان هناك مبادرات متعلقة بالصناعة وإعفائها من الغرامات التأخير وإعفائها من الفوائد. آخرها المبادرة الأخيرة المتعلقة بإعفاء نصف الدين، يعني نصف الدين الاصلي فضلا عن مقابل التاخير. والاهم هو ان المقترض هيخرج من القائمه السوداء وهيستطيع ان يعود الى الاقتراض من البنوك مره اخرى. مبادره اخرى هي مبادره الاقتراض بنسبه 10%، وهي فائده بيدعمها البنك المركزي من اجل استيراد الالات ومستلزمات الانتاج.
والأهم هي المبادرة اللي بيتم إعدادها دلوقتي، مبادرة تشتري المصري، ودي اللي بيتم إعدادها من خلال الحكومة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، والتي بتقتضي نسب خصم ونسب تخفيضات كبيرة جدا للمنتج المصري حال شراء المستهلك ليه. نعم. كل هذه المبادرات بتصب نحو دعم الصناعة، سيما وأن ملف الصناعة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي تليه الدولة اهتماما كبيرا لزيادة معدلات النمو في هذا القطاع. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبلة أستاذ التشريعات الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودي كانت الشائعة اللي موجودة مع حضراتكم النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة معانا موضوع فارض نفسه على الساحة، مش بس على الساحة السياسية والدولية، كمان مواقع التواصل الاجتماعي اهتمت بهذا الموضوع بشكل كبير، وكان هو الترند المنتشر على موقع تويتر. هنروح دلوقتي للزميلة حنان عاطف عشان تستعرض لنا أهم هذه الموضوعات. إليك حنان. بالفعل ميرفت، معك ومع مشاهدينا الكرام هنتابع أكثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. طبعا أبرز ما تم تداوله كان هاشتاج مؤتمر برلين حول ليبيا. المؤتمر بيهدف بالأساس لدعم الاستقرار السياسي وضرورة التوصل لحوار للتوافق والحل السياسي في ليبيا ومنع التدخلات الخارجية، وأيضا مكافحة الإرهاب ودعم الجيش الوطني الليبي والمؤسسات الليبية. خلونا على طول نتابع التعليقات مع مشاركة معنا بتقول: مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، تشكيل حكومة جديدة، حل جميع الميليشيات، تسليم الأمن للجيش الليبي. طيب خلينا كمان نشوف نشوى نور بتقول لنا: هاشتاج مؤتمر برلين، على مائدة التفاوض لن تكسب إلا بوضع جنودك وبسط سيطرتهم على الأرض. طيب خلينا نتعرف كمان على رأي أستاذ عبد الرحمن: هاشتاج مؤتمر برلين، على الدول العربية في إفريقيا التحرك سريعا وبقوة ضد سياسات تركيا في إرسال مرتزقة وإرهابيين للأراضي الليبية، تكوين قوة عربية تحت تحالف مكافحة الإرهاب خطوة مطلوبة جدا لاقتلاع الإرهاب اللي بيضرب ليبيا وبالتالي بقية دول المغرب العربي ومصر. معانا كمان محمد بيقول: هاشتاج مؤتمر برلين، رغم نغمة التشاؤم السائدة لدى أعداء السلام والأمن في ليبيا الشقيقة، فنحن على يقين أن الحوار كان وسيبقى الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام في ليبيا. طيب معانا كمان مؤتمر برلين، سيكتب التاريخ كل يوم عن مواقف مصر الداعمة لإخواننا في ليبيا من أجل وحدتها وحماية أراضيها، ماذا ينتظر العرب وجامعة الدول العربية الجزائر وتونس؟ طيب ده كان رأيي. معنا دكتور محمد بيقول: هاشتاج مؤتمر برلين، ما سينتج عنه سوف يغير العالم أيا كانت نتائج قراراته، ليبيا وبالطبع هذا علم ليبيا. طه أبو المجد بيقول: ليبيا وقبل ساعات من مؤتمر برلين، الكل يترقب بين متفائل ومتشائم، كل الآمال والأمنيات أن يكون هناك توافق وسلام حقيقي يجمع الشعب الليبي على رؤية واحدة. لماذا نحن كعرب نختلف دائما؟ أليست الأولوية أن نتوحد وأن نتوحد في الرؤية ونكون صف واحد ونخدم مصالحنا دون إملاءات من الخارج؟ طبعا من رأي أستاذ طه. مشاهدينا بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من المشاركات والأراء. ده كان الترند الخاص بحلقتنا. بالطبع همزة وصل إي جي هو الموقع الذي يمكنكم أن تتواصلوا معنا عن طريقه. خلوني أرجع مرة تانية لزميلتي ميرفت للمتابعة مع المختصين والمحللين. إليك. شكرا لك حنان، وشكرا لكل التعليقات اللي بالطبع أكدت على دعمها للاستقرار داخل الأراضي الليبية الشقيقة، وأن أمن ليبيا واستقراره هو من أمن مصر، نظرا أن احنا عارفين أن حدودنا الغربية الممتدة مع ليبيا اللي بتصل لحوالي 1200 كيلو حدود برية فقط، ده بيجعل أي توتر أو أي قلق داخل الأراضي الليبية ده بيهدد الأمن القومي المصري. وزي ما شفنا أيضا تصريحات أن
الجيش المصري دايما بيحمي حدودنا من الغرب، وده طبعا ارهاق كبير جدا. فمن بالتالي القيادة السياسية في مصر بتدعم الاستقرار السياسي داخل الاراضي الليبية، وده اللي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع ان يكون طرف اصيل في المشاركة اليوم في مؤتمر برلين اللي المفترض النهارده بيبدا فعالياته بمشاركة حوالي 11 دولة معنية بالأزمة في ليبيا، بالإضافة لأربع منظمات دولية، وطبعا احنا عارفين دايما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. كل هذه الأطراف معنية بالنزاع داخل ليبيا، ودايما ما دائما ما تحرص القيادة السياسية على التأكيد على أن مصر دايما تدعم الجيش النظامي والحكومة المنتخبة من قبل الشعب الليبي، وأنها تحرص دائما على التوزيع العادل للثروات داخل ليبيا، وده دايما هو اللي او ضمانه لاستقرار الاوضاع داخل الاراضي الليبيه. اذا مشاركه مصريه هامه اليوم في مؤتمر برلين حول ليبيا، وده اللي هنناقشه مع حضراتكم النهارده في موضوعنا من خلال الاجابه على سؤال حلقه اليوم، وهو كيف تسهم تحركات مصر الدولية في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ هننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على همزة وصل إيجي. مشاهدينا هنروح نشوف تقرير حول موضوع حلقة النهاردة ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدأ نقاشنا. تواصل الدبلوماسية المصرية مساعيها لحل الأزمة الليبية ومنع التدخلات الخارجية، وأكدت مصر دوما الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي حلول مفروضة من الخارج. ومن هذا المنطلق يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، والذي يحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. ويشارك في المؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس حكومة الوفاق، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. ويهدف مؤتمر برلين إلى إيجاد مسار جديد يضع حدا للصراع في ليبيا في ضوء التطورات الجديدة على الأرض، وخاصة بعد أن فشلت مباحثات موسكو بشأن تحقيق هدنة في ليبيا. وأكدت الحكومة الألمانية أن مسار برلين يمثل دعما للجهود الأممية التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص لليبيا لوضع حد للصراع هناك. واعتبرت الحكومة الألمانية أن هناك مسؤولية تنطبق على عاتق المجتمع الدولي لصياغة تعهد وحيد وقوي من أجل وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا. وتعتبر الأزمة الليبية قضية أمن قومي مصري، حيث تعد ليبيا العمق الاستراتيجي لمصر في الاتجاه الغربي. وتدير مصر علاقاتها الخارجية وفقا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وقد برز ذلك النهج في تعاطيها مع تطورات المشهد مع كل دول الجوار خاصة ليبيا، ولم تتدخل مصر في مجريات الصراع خلال المراحل المتعاقبة التي مرت بها ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن. إذن الحل السياسي هو ما تراه مصر كحل جذري للأزمة في ليبيا، وأن مصر تدعم بشكل كبير الحل السياسي على أرض الواقع، وبالطبع نزع السلاح وعدم وجود أي صراعات ما بين أي من الأطراف الموجودة، والأهم من ده كله عدم التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية. خلونا نلقي المزيد من الضوء عن الأزمة وخاصة مؤتمر برلين، وكيف سيسهم في حل هذه الأزمة من خلال ضيوف اللي يكونوا معايا عبر الهاتف. معايا السفير الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وايضا الدكتور خالد محمود الكاتب والصحفي بجريده الشرق الاوسط. السفير الدكتور يوسف تحياتي لحضرتك اولا. شكرا جزيلا على
اهلا بك. يعني طبعا مصر لديها باع كبير في المساعي لتحقيق الاستقرار داخل الاراضي الليبيه الشقيقه، لان ده طبعا بجانب ان مصر دورها دائما في القضايا العربيه ان هذا يمس الامن او يمس الامن القومي المصري بشكل مباشر. هل هيك شايف اهميه انعقاد مؤتمر اليوم في تحقيق الاستقرار على الاراضي الليبيه؟ يعني في مؤتمر برلين السلام الموافق يوم 19 يناير 2020 بيكتسب اهميه كبيره، لانه بياتي في وقت انه الازمه الليبيه وصلت الى يعني الحقيقه الى اوضاع كارثيه في مختلف البلاد. والاهتمام المصري بهذا المؤتمر مؤتمر برلين ياتي في اطار القياده السياسيه في مصر في على كافه المستويات في الازمه الليبيه. نعم. زي ما شفنا خلال يعني الشهور الماضيه كانت الازمه الليبيه قاسم مشترك في كل مقابلات السيد الرئيس سواء على المستوى العلاقات مع الولايات المتحده او الاتحاد الاوروبي او في ظل رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي. نعم. يعني غنى عن القول طبعا ان اهتمامنا بليبيا انها دوله طوار حوالي 1200 كيلو متر حدود بريه، الى جانب علاقات المشاهره بين الدولتين والعلاقات التاريخيه والاقتصاديه وما شابه ذلك. نعم. الى جانب ما يحدث في ليبيا يؤثر ليس فقط على الامن القومي المصري المباشر، وانما يؤثر ايضا على الامن القومي العربي. نعم. هسه تبقى معي سيده السفير واروح للاستاذ محمود خالد محمود الكاتب الصحفي بجريده الشرق الاوسط. استاذ خالد تحياتي ليك. اهلا يا فندم. يعني الكل دائما ما يتساءل بعد عدد كبير من المؤتمرات واللقاءات لحل الازمه في ليبيا، ماذا ينتظر ان ياتي بالجديد من مؤتمر برلين هذه المره؟ شكرا لحضرتك. هو التوقعات كانت كبيرة قبل بدء المؤتمر، لكن يعني قبل ساعات من انطلاقه بيتكلم الخارجية الأمريكية ومسؤوليها عن يعني أنه لا نتوقع الكثير من هناك، وأنا بأشارك هذا الرأي لأنه لا جديد بين الأطراف الموجودة في ليبيا وخلافاتها معروفة ومحددة. الأمر هنا مرهون بمن سيقدم للآخر تنازلات، ولا أعتقد أن قوات الجيش الوطني اللي داخل طرابلس وعلى بعد أقل من 10 كيلومتر من قلب المدينة يعني ستقدم تنازلات رفضت أن تقدمها وهي على بعد 1000 كيلومتر من هناك. أنا ليا نقطتين حضرتك ذكرتهم مهمين جدا. يعني هل من الصحيح سياسيا أن تطلق الولايات المتحدة أو تصرح الولايات المتحدة بمثل هذا التصريح وتحبط وإن كان نفسيا فقط المشاورات اللي هتتم في مؤتمر برلين قبل أن يبدأ حتى ولو بساعات؟ هو الامريكان واقعيين اكثر ربما، وحتى في بعض المسؤولين الالمان يعني سبقوا المؤتمر بفكره انه لا تتوقعوا الكثير يعني، لكن بشكل عام الدبلوماسيه الالمانيه بتراهن على العنوان الرئيسي للمؤتمر وهو انهاء التواجد الاجنبي في ليبيا. واعتقد انه يعني نقطه النجاح التي يمكن ان تحسب للمؤتمر انه يتم ابطال الاتفاق المشبوه الذي وقعته حكومه السراج مع تركيا. والا فانه التواجد التركي زي ما قال صديقنا بالامس اللواء احمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني، نعم، انه التواجد العسكري التركي ملموس على الارض وبالادله ومرصود، وايضا استمرار تدفق المرتزقه الذين يرسلهم أردوغان بمقابل مادي للقتال إلى جانب حكومة اللاوفاق. صحيح. نعم. كلها علامات على هذا التدخل الأجنبي اللي استدعاه السراج، اللي كان النهاردة أيضا بيتكلم في تصريحات عن فكرة الاستعانة
بقوات حفظ سلام دولية أو غربية. وأنا لا أعتقد أن المشير حفتر سيقبل هذه الفكرة، لأنه هو مصمم على دخول طرابلس سلما أو حربا. قيل له في الدعوة في مؤتمر برلين أنه قد نصل إلى نتيجة نرى فيها نزع سلاح الميليشيات، وهو كرجل عسكري يدرك تماما أنه لا داعي للمقاطرة العسكرية إذا كان بإمكاننا أن نحقق ذلك على طاولة المفاوضات. إذا لم يرى في مؤتمر برلين هذه الورقة التي يتم فيها نزع سلاح الميليشيات وإنهاء التواجد العسكري التركي بكافة أشكاله وصوره على الأراضي الليبية، وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، فلن يقبل المشير حفتر التوقيع على أي اتفاق ولن يلزم نفسه به. طب ودي نقطة مهمة جدا هسأل فيها سيادة السفير يوسف شرقاوي، يعني حضرتك الكلام أستاذ خالد أن المشير خليفة حفتر رفض من قبل، وهو الآن في موقف متقدم وأفضل كثيرا، رفض من قبل لما كان على بعد آلاف الكيلومترات ولم يتقدم بمثل هذه الدرجة الكثير من المقترحات اللي من شأنها دعم أو وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية. لماذا ذهب إذن إلى مؤتمر برلين هذه المرة وكل المؤشرات تقول أنه لا جدوى أو لا جديد من هذا الانعقاد؟ يعني الحقيقة في تقديري يعني الشخصي من واقع يعني عملي قبل ذلك كنائب مساعد وزير هي الأسبق لشؤون ليبيا والمغرب العربي، ويعني سفر ليبيا عدة مرات ولقاءاتي مع رؤساء وزراء سابقين وسفراء وغيرهم، أستطيع أن أقول الأزمة الليبية أزمة معقدة ومؤلمة. وأنه مؤتمر برلين هذا يعتبر يعني خطوة إيجابية في تقديري على صعيد حل الأزمة. وأهم شيء يبدأ حل الأزمة بأنه الأطراف الليبية أولا يكون لها صدق النوايا لحل هذه الأزمة، رقم اثنين أنه يجب العمل جديا لوقف كافة التدخلات الأجنبية الليبي، خاصة ما تعلق منها بالتدخل التركي، لأن ذلك سوف يكون له مردود وأصبح له مردود بالفعل على الساحة الليبية وله تأثير وتهديد مباشر على الأمن القومي المصري والعربي. يعني أنا أعتقد أنه المؤتمر برلين بحد ذاته يعني خطوة إيجابية، لكن الأزمة نظرا لأنها معقدة فإنه يجب أن استمرار الدخول. نعم. يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة، ويجب أهمية توسيع دور الأمم المتحدة في هذا الشأن بإنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة بتقسم مجموعات مثلا أمنية عسكرية اقتصادية سياسية لبدء عملية للحل. هذه العملية للحل سوف تخفف من وطأة يعني الحرب النفسية بين الأطراف المتصارعة في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، والأهم من ذلك أيضا يجب المجموعة الأمنية تقوم بخطوات نحو يعني نزع سلاح كافة الميليشيات العسكرية والمسلحة والإرهابية المتطرفة، والعمل من أجل يعني تشكيل حكومة منتخبة. إذن الحل السياسي كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق. وأروح مرة تانية للأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني كلنا نلحظ أن هناك إصرار تركي على التدخل لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في الأراضي الليبية، كيف تفسر هذا الإصرار على الرغم من أن تركيا ليست دولة جوار ولا يهددها أو لا يهدد أمنها أي من هذه الصراعات على الأراضي الليبية؟ هو في الحقيقة من جلب الأتراك إلى ليبيا هو هذا التراك، وهو يدرك جيدا، وأيضا هذا السلطان المعتوف في تركيا يدرك جيدا أيضا إنه هذه معركة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولي الذين يعني فقدوا مكانتهم ومكانهم في مصر ولفظناهم شعبيا
في ثورة عارمة، ولا زالوا يتمسكون بمقاعد السلطة في ليبيا، ويدهم ملوثة بدماء الشعب الليبي. الإخوان المسلمين لهم مصلحة كبيرة استمرار هذه الفوضى، وهم يدركون أن دخول قوات الجيش الوطني إلى طرابلس بتعني إنهائهم وإنهاء دولة الميليشيات. بالتالي هم استدعوا تركيا باعتبارها عراب هذا التنظيم الدولي، وهذا السلطان المعدوم بيعتبر نفسه الأب الروحي للإخوان المسلمين. العنوان الأبرز وغير المعلن في مؤتمر برلين هو نعم. هذه المعركة بعتذر، تفاصيلها مختلفة. نعم بعتذر لحضرتك المقاطعة، ولكن نتابع الآن مع حضراتكم مشاهدينا وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقر انعقاد المؤتمر، وفي استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكما نعلم ونتابع اليوم تتوافد الكثير من الوفود المشاركة في هذا المؤتمر الهام حول ليبيا، وكما ذكرت أن هناك ما نحو 11 دولة معنية بالشأن الليبي، بالإضافة إلى 4 منظمات دولية ستكون هي المعنية بالمراقبة على هذا الاتفاق. من ضمن الدول المشاركة في هذا الاتفاق دول الجوار بالطبع، وهي مصر والجزائر وكذلك الإمارات وإيطاليا وتركيا، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية. ونشكر طبعا قبل ما أكمل مع حضراتكم هشكر ضيوفي اللي كانوا معايا. أشكر أستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، طبعا مستمرين مع حضراتكم في متابعة هذا المؤتمر الهام اللي سيبدأ بعد ساعات قليلة من الآن، ولكن اسمحونا أن احنا نروح نشوف آراء حضراتكم في الشارع المصري ونرجع مع حضراتكم سريعا نكمل نقاشنا. أكيد مصر لازم يكون لها دور ودور فاعل في الأزمة الليبية بما يضمن حماية ثروات ليبيا وحماية وحدة الصف جوه الأراضي الليبية، وبالتالي حماية الحدود المصرية. مصر وقفت خطوة ترجع، سوريا ترجع، وليبيا ترجع، واليمن ترجع، جميع الدول العربية. واحنا شايفين الحرب اللي هي بتدور على مصر هي حرب غير معلنة طبعا، بس احنا كشعب شايفينها وعارفينها. فطول ما هي مصر واقفة على حيلها الأمة العربية هتبقى بخير. شايف ان مصر دي مش حاجة جديدة عليها، هي دايما بتحافظ على مكانتها في الدول العربية وبتحاول تحمي الحدود. علاقاتنا مع الدول التانية، كل الدول العربية بنحاول نحافظ عليها، كلنا وطن واحد. مشير حفتر ربنا يكون معاه، وطبعا انت عارف ان لازم الدول تساعده على الارهاب اللي في طرابلس ده. يعني مش عايز اقول لك ان مصر مع ليبيا ولغايه ما تطلع الارهاب من عندها. الاستراتيجيات اختلفت والقوة على ميزان القوة عندك اختلف. عندك بعد الثورة كان في طبعا مكان كان في تقزم لدور مصر، دلوقتي طبعا بدأ يعلى جامد وبدأ ليك صوت وبدأ يهابك كل الموجود. طبعا مصر وجودها في أي قضية بيدي ثقل كبير. طبعا موضوع ليبيا من الموضوعات اللي شغلة الشارع المصري بشكل كبير جدا، وهنجد ان الشارع المصري فاهم في قضية والأزمة الليبية بشكل كبير، لان كما ذكرت لحضراتكم في بداية الحلقة ان الموضوع مش موضوع دولة عربية شقيقة عندها مشاكل، لا الموضوع بيتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري. عشان كده هناك متابعة من الشارع المصري لهذه القضية والأوضاع في الأراضي الليبية، وكمان هنلاقي اهتمام كبير جدا بالمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وهنروح نتابع بعض من هذه الآراء مع الزميلة حنان عاطف. إليك مرة أخرى حنان. بالفعل ميرفت، عدد كبير من التعليقات جات لنا على صفحتنا معاكي ومع مشاهدينا الكرام، هعرض على حضراتكم أبرز ما تم تداوله على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عبر همزة وصل إيجي. على طول نروح لأبو مكة، بيقول أمن ليبيا هو أمن مصر، 100 مليون فدائي، أمننا القومي خط أحمر. طيب معنا دكتور عبد الراضي حجازي وهو صديقنا الدائم في همزة وصل، بيقول
تسهم تحركات مصر الدولية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وده ما فيش شك فيه، لأنه أمن ليبيا من أمن مصر، لأنها دولة لصيقة بمصر، حدودها مشتركة، فوجب التدخل في دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده. وأهمية الدور اللي بيقوم به الجيش الوطني الليبي في السياق ده بتكون مكافحة الإرهاب وتفويض نشاط التنظيمات وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة واللي بتهدد الأمن الإقليمي بأسره. وأنه رئيس مصر العظيم الجنرال عبد الفتاح السيسي أكد على ثوابت الموقف المصري الهادف لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. احنا كشعب مصر قلبا وقالبا مع الشعب الليبي علشان يستعيد قواه، وبندعم الشعب الليبي في كل ما يحتاج لتصدي التدخلات الأجنبية من جانب الشعب واللي بتقدمها الحكومة المصرية للحكومة الليبية. عاشت مصر رائدة العرب. طيب معانا كمان مشاهدينا رأي من الأستاذ صالح بيقول فيه: واجب الدين والأخوة والجيرة والمصير المشترك والروابط الأسرية والمصالح المشتركة لصالح البلدين والشعبين. هو بيفرض على مصر الدفاع عن ليبيا أرض وإنسان، وده عهد الدولة المصرية مع كل الجيران من آلاف السنين. حفظ الله مصر وليبيا أرض ووطن وإنسان. يعني مشاهدينا دي كانت أبرز التعليقات والمشاركات اللي وصلت لنا لحد دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع فيسبوك عبر همزة وصل إيجي. خلوني أروح مرة تانية لزميلتي ميرفت لاستكمال النقاش مع المختصين والمحللين. إليك من جديد. شكرا لك حنان، وشكرا لكل المشاركات، وخلونا نكمل مع ضيوفي عبر الهاتف. هيكون معايا لاستكمال الحوار سيدة السفير حسن الهريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية بالأهرام. أبدأ بسيادة السفير حسين هريدي. سيدة السفير تحياتي لحضرتك أولا. يعني الكل يتساءل ما هي أوراق الضغط اللي ممكن أن تمارس في هذا المؤتمر تحديدا لفرض واقع معين على الأطراف أو إجبار بعض الأطراف على الموافقة على البنود التي ربما يخرج بها هذا المؤتمر؟ مؤتمر بالدين منعقد وأمال كثيرة معقودة عليه، لأنه سبق الاجتماع دوت عدة اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين في عدة دول وبعض المنظمات الدولية والإقليمية، منها الأمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي. فالتقييم نتائج هذه الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين تتعرض على الرؤساء الشرق في هذه القمة، وفي حضرتك توقعات أنه هذه القمة تطلع بقرارات وتتفق على مسارات محددة بالنسبة لأفضل السبل لتنفيذ مبادرة السلام الخاصة بليبيا والتي سبق أن طرحتها الأمم المتحدة، ويقوم الدكتور غسان سلامة بالعمل على تنفيذها على الأرض. طبعا هناك عقبات، هناك مخاوف، لكن يبدو أن احنا وصلنا المجتمع الدولي والقوى الدولية وكافة الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا وصلت إلى شبه إجماع على أنه لا يمكن قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لأن استمرارها يمثل تهديدا مباشرا للأمن في الشرق، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وآن الأوان لتنفيذ الحل السياسي حسب خطة الأمم المتحدة الخاصة به. نعم، بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وهنروح للأستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية بالأهرام. أستاذة هند، بعد التحية، يعني ما هي الضمانات؟ يعني كثير من المؤتمرات عقدت من قبل حول ليبيا وقرارات كثير تم اتخاذها بالفعل ولكن لم تطبق على أرض الواقع، إذن ما هي الضمانات لتنفيذ ما ستخرج عنه مؤتمر برلين اليوم من قرارات؟ يعني بالنسبة للضمانات، تحدثت الحكومة الألمانية بأنه ما سيتم الاتفاق عليه أو الوصول للنقاط
محددة من السلال الست التي يعني تحدثت عنهم، وهما أولا تثبيت الهدنة بحيث تتحول إلى وقف إطلاق دائم، حصر السلاح في يد الدولة، إعادة الإعمار الوضع الاقتصادي، الدفع بالعملية السياسية، حماية الوضع الإنساني من التدهور. يقال أن بعد الاتفاق على هذه السلال الست سيتم تحويل الاتفاق بمجمله إلى مجلس الأمن ليكون الآلة الرقابية الحادة على تنفيذ الاتفاق. ولكن أنا يعني لا أعقد أمال كثيرة على قمة برلين اليوم، بسبب أني يعني حين الاطلاع على البنود الرئيسية أعتقد أنها صعبة المنال بعد اتساع دائرة أطراف الصراع داخل ليبيا، بعد تعنت والرئيس تركيا أو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة تدوير الزوايا، بمعنى أن اليوم نتحدث عن ليبيا منفردة، ولكن نتحدث عن ليبيا وعن إدلب وعن ملف غاز شرق المتوسط. هذا ما فعله أردوغان وداعميه، وبالتالي أعتقد أن الشرعية أو أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الواقع ليس مرحلة سياسية، لأن التصارع الغربي تحديدا بين إيطاليا وفرنسا وبين عدة دول غربية ربما لا تتصدر المشهد الآن هو السبب في الفراغ الحادث في ليبيا وسبب التدخل التركي في بهذه الطريقة. والآن على قدم وساق يسير يعني نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا أمام مجلس الأمن، رغم وجود قرار في مجلس الأمن يحظر يعني تسليح الأطراف المتنازعة في ليبيا ويحظر نقل الإرهابيين. ورغم طب وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة جدا، يعني لما يكون اجتماع أو مؤتمر يجمع كل هذه الأطراف الدولية بوجود أربع أكبر كيانات منظمات دولية موجودة في هذا المؤتمر، متى يعني ماذا سيتبقى عشان نضمن الوصول لاتفاق عادل وحل سلمي على الأراضي الليبية بالفعل؟ أعتقد أن إذا استطاعت الدول الأوروبية اليوم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل الضغط على أردوغان والتلويح بفرض عقوبات على تركيا حال استمرت في دعم الإرهاب داخل ليبيا، أعتقد في هذه الحالة يمكن أن نصل إلى نقطة انطلاق وليس نقطة حل، بمعنى أننا نتفق بعدها على وقف إطلاق النار بشكل دائم في مقابل أن ترفع تركيا يداها عن ليبيا. إذا يعني الحل فقط في تركيا، يعني هفهم من كلام حضرتك أن الأزمة كلها في تركيا وليست في الأطراف داخل الأراضي الليبية؟ يا الأزمة هي تركيا، لأن الأزمة الرئيسية هي أزمة فرنسا وإيطاليا، واليوم اتفقت فرنسا وإيطاليا على ضرورة الحل. إذن الفكرة الرئيسية أو الأزمة الرئيسية قد يعني ربما انتهت، ولكن التدخل التركي ومحاولة تركيا خلط الأوراق ما بين غاز المتوسط وبين إدلب وبين ليبيا هي المعضلة الرئيسية. إذا استطاع الأوروبيين الضغط على أردوغان بفرض عقوبات عليه أعتقد أن بداية الحل، يمكن بعد ذلك أن نتحدث عن دفع العملية السياسية بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشكل تناسقي وطني، وأيضا تشكيل حكومة جديدة أو دمج حكومتي توبروك والوفاق بعد تنسيحها من الأطراف المحسوبة على تركيا، ومن هنا يأتي الحل السياسي. غير ذلك أعتقد أننا سنعود لنقطة الصفر وينطلق الجيش الليبي في مسيرته لتحرير ليبيا من الميليشيات. طب هل يأخذنا ده لأن ممكن الدول الأوروبية تلجأ للعقوبات أم للإغراءات أكثر للحكومة التركية؟ أعتقد أنها بدأت في فرض العقوبات. أمس الاتحاد الأوروبي اتفق على تخفيض المساعدات إلى تركيا بنسبة 75% لعدة أسباب، منها سبب رئيسي هي ليبيا. أقصد بذلك أن الاتحاد الأوروبي ربما حدد موقفه وهو فرض العقوبات وإظهار العين الحمراء لأردوغان، لأن شخصية الرئيس التركي لا تأتي يعني بالشكل باللين، ولكنها لابد من إظهار يعني حدة وشدة في تنفيذ القانون الدولي، وإلا أعتقد أننا سنكون أمام بالفعل سوريا جديدة. لأن هناك يعني أريد توضيح نقطة هامة، أن التدخلات التركية دائما لا تأتي يعني فرضا، بمعنى أن أردوغان يتحرك وفق ليس هناك من هو أعلى من أردوغان ويستثمر في إرهاب داخل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي حين دخل أردوغان يعني عفرين في سوريا كانت بضوء أخضر أمريكي، حين دخل ضوء أخضر روسي، حين دخل طل أبيض ورأس العين في سوريا كان بضوء أخضر أمريكي، وبالتالي هو دخل ليبيا بضوء أخضر من إحدى الدول الكبرى، وهذه نقطة هامة. نعم بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية بالأهرام. إذن كما تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا، ده كان تحليل
الاول لمؤتمر برلين اليوم اللي منتظر انعقاده وبدء فعالياته بعد دقائق قليله او ربما ساعات قليله للخروج نتمنى الخروج بقرارات من شانها حل السلمي داخل الاراضي الليبيه. وطبعا زي ما ذكرنا ان مصر طرف اصيل في هذه المعادله الهامه حرصا على امنها القومي. هنتابع بالطبع مع حضراتكم على مدار اليوم فعاليات هذا المؤتمر الهام، فابقوا دائما على شاشتنا. وقبل ما اخرج مع حضراتكم وانهي هذه الحلقه، اسمحوا لي اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كيف يمكن التوسع في إقامة الأسواق الحضرية لحل مشكلة الباعة الجائلين؟ أنا أنتظر مشاركات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وبالطبع على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إيجي. بشكر حضراتكم مشاهدينا على حسن متابعة حلقة اليوم، وإلى اللقاء.